ايضا من الهام ان نعلن الحد الادنى للمرحله الثانيه ان شاء الله بالنسبه للشعبه العلميه، الحد الادنى 320 درجه فاكثر، اي بنسبه 78.05%، وعدد الطلاب في هذه المرحله 144,059 طالب وطالبه. اما بالنسبه للشعبه الادبيه فالحد الادنى للمرحله الثانيه 285 درجه فاكثر، اي بنسبه 69.51%، وعدد الطلاب 53,864. اجمالي الشعبه العلميه والشعبه الادبيه في هذه المرحله 197,923 طالب وطالبه. فيما يخص دلالات هذه المرحله، احب ابشر يعني اولياء الامور والطلاب ان بالنسبه للشعبه العلميه يوجد اماكن شاغره لطلاب هذه المرحله في المرحله الثانيه لكليات الطب البيطري والتمريض. فيما يخص الشعبه الهندسيه يوجد اماكن شاغره ببعض كليات الهندسه، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات التخطيط العمراني، الفنون الجميله، عمار، وذلك للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقرره. كما يوجد اماكن شاغره لطلاب الشعبتين العلميه والهندسيه وكليات العلوم، كليات الفنون التطبيقيه، للطلاب ايضا الذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقرره. ايضا يوجد اماكن شاغره لطلاب المرحله الثانيه للشعبتين العلميه والهندسيه وكليات الاقتصاد والعلوم السياسيه، الاعلام، الالسن، الاثار، وباقي الكليات النظريه. فيما يخص الشعبه الادبيه يوجد اماكن شاغره بكليات التربيه بكافه شعبها، التجاره، الاداب، الحقوق، السياحه وفنادق، وغيرها من الكليات النظريه لطلاب هذه المرحله وهي المرحله الثانيه.